السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيا مرهيا وحد كسود واثن وروحي هدل كابين كما عاود كسود غري قد بدأ وقد أخرى وركي من حق عفين شكنا بحاب كمدا مدحون هجم مليدة جبوتي مبان اسماعيل عمر جوايا كسود الجرب وقشد وكما ريد الكزانيا أقو كريسي كسل أتلا بوين كشرعي يسن وكوا دين حالة دين تتقوى أول كذيها السيداء اللي في دنيا صحافة وقرالك مقالك إيا مقالك أيما طلبوا قبتي حرنطة إنبي عاصمة جبوتي حمّا كتن سمعي دمدا قلب كسدي سيسعود يوحلو نضع عشورات كايه دين كي حلو سي يجري هدى عنك أو بدد يعدل تشاد أو لبابي تنسي قرسولية دلك الله في الشوء انت سيح أو وكي أو كوبن حاتن راح إسجي ودن وكي أدلك مدحونها جن مليبا جبوتي قدوميه بلا حكومة دمدن اسماعيل عمر الدليا ما تقصي بيدا جري أبو قشرة حكومة رأي دلك زانبيا مدحونه وحاو صعب بريه مجالة أهل بيكستون وحاو مجالة الله بعد عبد الحيسكا وانت بادم الله بادرو مالك يشار ومركي مدحونه وقاره ودكا سوى حال كاسي قصو دوي مدحونه دلك زيان بيا مستر باتريكا موانا سارا وحنا لور دي مدحونه لنسو دوي كوبي لباتر لما دفاع همينك يا حالي عيا لمدا هدومي اي يشان كلان فوق الفون اسود اي نقصو ورمه اسالح اسماعيل وبر وحن يكاول حاجة ويسكاشي بحاجة بقالة وبحية لبدا دل اكمل ما يوحى كلان بلارم اي شيء لبدا ويفتي يبو كسوي لبدا الدل مدحونا هزيان بيا مستر باتريك وسارة وخضر قابل كتشي دي كلان قاسي وحو هندوي مدحونا هدل كم دم اسماعيل عمر الدولي دولك وكتب جروف رسوعات كأورك وكوميزا وحن الكلو ويبدي ذلك بلك جمهور جبتي قصر لنا بدأت بلك صوماليا وحنا عرب بابه إن كورتون يسمون سيكوتي لها إلى قابل يصاحب جمهورها أبحية لبدا أبدال جنسي سمدحينا هذا جمهور جبتي مدن إسماعيل عمر جلو هذا قابل جيدي وحو عرب كو أدكيني حبانتهم لبال دغو مدو بها عشورة أدكال محوجي إستا جنسي دا أبحية لبدا حبيتا كأورك كوميزا isagoo ka faa'iideysanaya fursadaas ayaa madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Umar Gule waxa uu baaqay maalgashada dalka Zambia inay maalgashadaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxana sidoo kale uu cadeeyay in uu bedelay talaabooyin ku saleysan horumarka dhaqaalaha dalka Zambia ee uu ku talaabsaday Mr. Patrick wana boqoshada labaad ee madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Umar Gule uu ku tago dalka Zambia tan iyo markii uu guuleystay talada wadanka وزيرك الدفاع قران كه مدن ابر كفل احمد او وهلم سراكيش كلادون عيد مدى قلب كسيدا ايا ماتا صعب او بلنت قيبت سديدات اي حفيز كابيد قران كيسينا يا عيد مدى اسبوتا اجيالوش او طوبر او قطعت قبس طوبر او صعبو الدليله ايوه على صبيح وزيرك الدفاع قرأك مدن أقول له كيف له أحمد وهو يسرى كيشا أو دمدا قلب كسر يا ما تصوب غري أبن تسليم كتير قريب تسديد أي حفيز كأديك قرأك أي سنة يا دمدا أسلوب تجولش أو تدبر وقادم يتوه بحسب دليل يربع على صبيح أبن يربع فيه الله بقول إيا أفر يا أفر تن أي هين أي سنة سديد ما أي هين أي دمدا أسلوب تجولش أيا صعد كسر بلادي دكسي ده ملتري أفر إيا تبكي بشري وحنا سوق وحنا أي سوق دم استران بقول كيلومتر وحنا سوق كاسي أي دم في بينان حبيب كني عاو هبي أي بيره وفتي ده وزيركا دفاع قرأك بدم أبر كفل أحمد وحكا يوم حاكمية أتليها أي دم ده قوم إكم الجار كجرنا لزكريا شيخ إبراهيم أتليها كحبيبك الدفاع جرنا الحسن علي الكامل أدي اسمه حافيز كهقران أو إيه سنادا الكرنال علي السودان شربان أتليها الدكسيدي ميلتري أكماندو باهر علي محمد الباهرة إيه مسؤول كتبارك ستة بيتان عمر علي جيبي حريها قوم إيه وزاردة جارسوركا محمد إسماعيل حرسي إيه إلغا أدي اسمها مامك جولاشا الصالح الجامع عمر وزيرك الدفاع ومركو قابتا سيدا روح الكا سيكوشو بلوي السلاكيشة كردينا ودوادا قلب كسيدا التاليحة دوكسيدا ملاتري كمان بان باخرة وهذا الأجالون كتشيني مناسبة باسايا كحب أي روح دوراني وزيرك يختج من السعودة وطلبرادة كجرون بلنتا يدو قابتا سيديداد السنة يدو إلغا إدمدا أسبوتا جلاشا وحسيدا كلا روح دوراني السعاد كي يدو بباتون كأيلوكم من انت دليرادا سي السوسرين وحنا دليرادا سيدا السوسرين حبيب بلنت قبت سيدور حافظ كابيجا حقرك اي سنة يا ايضان رأى سبوكتا جيلاش ايا سوى قبل دلين دونس ايا كسو قبل دلين دونس تابروا الصعود وحنا طلب رضا سيها اي سعودين من مدو اصدح بلو قادم ايون
adawinta lagu jiro qaybta sidii ee xafiiska adeega qaranka ee sanadka ciidamada asluubta jeelasha waxaana soo codkaasi uu kala baxay afar qaybood qaybta hore oo raasay ah mid ka bilaabmay hal hal ilaa iyo geestir qaybta labaadna waxa uu mid ka bilaabmay geestir ilaa iyo dudub balalo qaybta saddexaad ayaa xamid ka bilaabmay dudub balalo ilaa iyo dabiilo qaybta afraadna waxa uu ahaa mid ka bilaabmay dabiilo oo lagu dhameystiray aqlahan waxaana dalintaasi ay u gusatay hoolka kala duwan haday noqoto qaybta sideedaad ee xafiiska adeega qaranka ee sena iyo weliba ciidamada xasuubta jeelasha ay socdeen xadeen waxaana sidoo kale muhiimaya mas-uuliyiinta iyagoo tababarada u fidinayay dhalinyaradaasi waraysi aan la yeelin qaar ka mid ah dhalinyaradaas iyo waliba agaasimaha maamulka jeelasha mudane saalax jaamac axmed hawshada waxaan u galay mutalintii aan mas-uul ahaa iyo mutal aan askareed yahay isku kaniinaan noloshayda nolosha askarta iyo nolosha siviilka isku mid ahayn nolosha askarta aan ku bartay waxyaalo badan oo maashkumando maashnimi waxaa dambe oo la bixiya oo dibo loo baxo oon weligay aqoon imika baraytay oo haddii aan socod noqotona aan meel loo mari karayna aan qabanqaabin karay inaan socolmaa dheer inaan ku bartay waxaa dhan askarta waata haddaba qaybsi adigu aad ku jirtaa ama xirfadaad baranayso maxay tahay waxaan baranayaa waxay tahay anigoo afarmaatig baranaya oo barbaarinaya waxaa wixii aan doonayn nafta ahaanta iyo waxaa wixii aan hayniga baahin oon badhigi karay maantahan haddii la weydiiyo hay bal ka waran shaqada aan weydiiyo oo laydin maxay tahay shaqadan loo diyaarinaya annaga waxay tahay haween si loo maamin lahaa loo maarin lahaa jolka dhexe ee gabeed oo ah mahay shaqaalaha jinidka ee wasaaradda cadaaladda loo qoray haddaba inaad soo martin ciidanka si aad shaqadaas aad ugu tababarataan maseed aragtay taasi waa muhiimad aad iyo aad muhiim weyaan waayo ciidanka waxa lagu barmaha weyiin sidii mid kasta oo annaga naqamira u maarin lahaa ugu yaraan boqol qof dadkaanu jogin ilaa lix boqol qof gargaarayaan marka maamulka iyo maaraanta iyo ixtiraam iyo qadaris aan ugu muhiim dadka maxabiista aan u tegeyno weliya maamulkanka aan u jognay haddaba ciidanku awlin ayaa kulamay qabta maxaad mahadcelin ciidanka horta wasaaradda gaashaandhigga uu maanta madaxeyga noo joogo nin wasiirka ilama kaman hay bal ka waran shaqada aan ugu diyaarinayno maxay tahay shaqadan loo diyaarinaya annaga waxay tahay haween si loo maamin lahaa loo maarin lahaa jolka dhexe ee gabeed oo ah mahay shaqaalaha jinidka ee wasaaradda cadaaladda loo qoray horta wasaaradda gaashaandhigga uu maanta madaxeyga noo joogo nin wasiirka ilama kaman ba baahiro waxaana mahad gaaran celinaa waayo waxa weye dalbarasho horta kuwi waan kala kulanay marlak marka labaad waxa weye wadanka difaaca wadanka maanta haddii loo baaro safka horaa waxa garanaa ta kale waxa weye shaqada aan geli doono u baahan waxa weye samir weyn taxamul baadan u baahan caraada isku celisii dadka u tegisa dad nooc walba layagan samidka aad u maarin lahayn waan ku baranay waxaa ogteen in baalaheeda mid qanaan la dibyahay loo habeeyo materi ahaan iyo dad ahaanba la xoojiyey xagga cadaaladda dee sidoo kale waxaa dhanka kale la yaalla wasaaradda cadaaladda ka tirsan jeelasha maxamed dee maanta waxay gaadhay waqtigii oo xagga jeelasha loo jeesanayo si la iskugu nizaamo wasaaradda cadaaladda waa saasa loo sameeyey loo abuuray ciidamadan cusub ee asluubta oo ah wixii ugu horsadalkeeda laga sameeyo kuwaasi shaqadu waxa weeyaan in ay mataqaano ay ilaaliyaan toosiyaan dadka mataqaano maamulka u noqaano maxaabiista oo dadka inta badan ay moodaan amba ay u haystaan ba mar haddii qofkii la xireeyo la xiro in maadi lagu garo oo laga aargoosto wax masuliyi laga goosa tahay ruun ahaanta isaahayn ruuhaanta waxa weeye qofkan musayl inuu ku khadamo
ومن توسيد ومن كرسون لبسم الله وحب أنت مكة إدي يفر منه لبره إلى قاد كحد حي سيا يمتقى ما يشرعها إلى قاد كحد حي محوها يمكن أذكرها يكريم تقامة سيلو توسيلها سيلو راجلها سيلو حلو بريها ورسيلة سيكل بي محمسو قد يريو عمل الدارية ديرية أقو كرسي كسلة اللابون كشرعية سنة كوارين حالة وكيبو قد عدر كبيها السيدة ورلوف دين صحافة بطرال كأتمق الكائد وموقال كيبال كجبوتي أنا ما طلبو قد في حرمت إيمان وحن سوقا من قبيل برنامج كلا بقالا كعدر كأيرس كي وزارة قرصو كا أقو كرسي لأسي وحا قوتي سكن بحنوي نقليها وزيرك قرصو كمدانا علي محمد أفكدا وحن كتير قاتي إلا اللي باكمي يسوح في وقصو بطا برالك مقال كأي الموقال كي دلك جبوتي دمير أقو كرسي لأسي أيها سيدي اللي برامج الناس حافظة حقوق لا أيلي جين قددك إيقو قبا عدر كبيها السيلاء يكون الأبشرة جبوتي إن كان بدن بطل يكنتم ويقيم كقاتل لبدالك عدرك فيها السيلاء inti usoo aqoon kursiga si halkaas lagu soo bandhigay xeerasha qaran ee caalamiga ee lagu dhimeeyay dadka iyo qabaa cudurka VIH sida la soo bandhigay asxaafiyiinta ee maanta ka qayb qaatay aqoon kursiga ku salaysan atalaabooyinka sharciyeysan ee kaarin xaaladda dadka qabaa cudurka VIH sida oo maanta lagu qabtay xarunta inta caasimada Djibouti dadka jamhuuriyadda shacabiga iyo sheenaha iyo xubayaha fudud ee dadka qaran ee taqulanta ayaa maanta kala soo bandhigay heshiiska doorka جرها جون مليد شعب الشين هو حرية وفرنت هدا قرنت 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 لا يأكل سيد الشيز داب أنا أولا قرت عسى شنو أي بسوا يا بردت كل كوح جرو أبارين كل بفت بالك أبيت راسنا حكى كوان تلح بلح بطل تشود بدقيقة بطل لبات تشود بريسة لا يبدل عادل أو صليبة هي بطل تشود أو سكرة مركز شعب الشين هو حي بيتين صح كنا مرة إب حي تشود إلى يرد الشين مناسب الشيز كاسين هلا بدر حدنا أيه خلا سعيد الشيز كاسي وحى سيد الصليب محمد بلارنا بنجرها جبوتي وقبلك شينا همدانا نوصف بوح ادواء ايا قبل قادي حفيد لغو ماموسي سود الجد بلك جبوتي المناسبات داسي هرمو دوكا ها دنجرو بحاك قير قاتي حمكة تسن حكومة دا بيكا دنجرياش وادمد شيشي وكيدة بيكا وكيلة دا عالم ايا ايدولي وكيلة كسولة بيشارة جبوتي دنجرو خضر قابل كتشي دي المناسبات داسي وحا حس ونفسل اور جوي مرحوين ها دلك مدام اسماعيل عمر بلو اور وشعب غير جبوتي وحنا صوبيين وعاد اوان انسلو فيه مرتشر فيه كسوة قير قاتي حفيد لغو مهبوسي سود الجد كدلك جمهوري دا جبوتي لغو مهبوسي فرد حلال محمود سيسو دجل كتبه تايا سيدا قلاله قبان قبية دالكا هندية رسول كابود دجل كتبه هندية هي عرضي دان ريب جبته يبو وحكا برتبالكا سايا قبان قبية حفية داسي وحان مورم دكا رسول كابود دجل كتبه هندية وحانا كتاب قاتي وكيلو كسود حكومة ده هندية يبدرياش ودمر الشيشي ده اتوبة هندية حضان قابان او مناسبة داسيو كتبه قصول كوحا بس ومسنور جي مرحنا هدال كمرة باسم عقل عمر الدولي يوري والشعب ده ريب جبتي وحانا هفر داسي اللي عرف ديا بقنا قصو بنده يأبن روجو ده يحكا برطا دالكا هندية Thank you.
مركز سبأ ودمضة هقلب كسيد سسأول يحل ودمضة عشورات كهيا بنت يحلي أسير الجرة دعانك القبض بعد تشاد أول ربي سقر سودية دلك الله سبشو أسعاد بين مركز يخيب أثر تصبح نوايا ودمضة هقلب كسيد يحل ودمضة عشورات كهيا دعانك القبض أكد يدا بقول يقتم تويرد وتشاد حد كله يعدي دمضة دبنتون وحنا كنترابات كسيد لرأي لغسو قشو الصومالي لاند سبأ وشار المسؤول بحضة ودمضة هقلب كسيد سسأول لمكيدة الكونترابان كاسي والبحث في يوع الدوين وحانا حيكا عرايا ركو الدوادة ببالي قطن كلي او تشعبا وحانا قعانك الله هرد المسؤولين تحول لنبع عشورات كأوصاك الدبقو قبطسي حردا سيسيدا وحانا وجد المسؤولين دو كالصعبا ايضمدا قلب كسيدا حول لنبع عشورات كأيوري وقاح كصعبا تلفشي كالدالكا اقاسمين عشورات كي حرش عن توس كاهين مغنى بوليد احمد حسين ايام محمد بلار وجد ايضمدا قرأ ايضمدا قلب كسيدا قرب حد يتير الا قرب جودا هذين كان عالو ورك كذب أو حبا وليد الله سعند انتر مناسبة اللي بسو دابا الدولي يشهدين الكاح القرن تاسو اللي بدو سيد فعدي بيهر يبقق على جبلي جامعة جبلتي وحنا مناسبة دا سيد الدولي مدحونها عدلك المدنة اسماعيل عمر قيلي قطب كاسيح يبا وليد الله بيهر يحيي دالك هذين كان عالو اللي قسو دارين تدبو كل دونه الدمان فنبا حميك سو جبتن ورنوا داوان يسمع عن ذاتي لناسي دا سيارة مرقليه